لابد عشان تكون شاهد لابد انك انت تكون بتعرف هذا الشخص. انا بشكر ربي كتير من اجل رعايته وحمايته والسنين اللي عدى بيا. اللي رايت الشيخوخه هو راعينا. صباح الخير، أهلا وسهلا بيكم في اجتماعنا. خلينا نبدأ اجتماعنا بمزمور 91. فيش أحسن من أننا نبتدي بمزمور أو بكلمة ربنا. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تختبي. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار. هاليلويا، مجدا للرب. خلينا نبدأ اجتماعنا بالصلاة. يا رب، أنا جاية بشكرك في يوم جديد لأجل إحساناتك، والأجل أني إحنا يا رب لما نيجي عندك ونختبي أنت بخوافيك تظللنا. ليك المجد وليك العظمة يا رب. بنسلمك اجتماعنا النهاردة يا رب، بنسلمك يا رب كل أجزاء العبادة، الترانيم والخدمة وكل ما يخص اجتماعنا النهاردة. بنطلبك يا رب ببركة خاصة يا رب، يا رب النهاردة يكون يوم مختلف لكل واحد وواحدة فينا، في اسم المسيح، أمين. أمين. مساء الخير، ازيكم؟ احنا مبسوطين ان احنا نكون معاكم. دايما بنسبح الرب وبنعظم الرب، وزي كده من مزمور بيقول انه انا ساكن فين؟ في ظل جناحي. واحنا كده بنكمل نبتدي اجتماعنا، نقول يا رب انا جاي عشان اديلك المجد والعظمة، جاي اديلك السلطان، لان وحدك مستحق كل المجد، وحدك مستحق كل العظمة، مستحق وحدك أيها الخروف المسبوح أن تأخذ المجد والعظمة والكرامة. وانت داخل كده الاجتماع وانت جاي بتبتدي كده قدام الرب، اهدى كده ثواني وقول له أنا جاي عشان أسبحك، أنا مش جاي عشان حاجة تانية غير أن أنا أسبحك، جاي أعظمك. رب جايين نعظمك وجايين نمجدك. جايين نديلك يا رب المجد اللايق بيك. لأن وحدك مستحق أن تأخذ كل مجد وكل كرامة. لأنك ذبحت واشتريتنا بدم سمين. يا رب لما نيجي كده نقف قدام الملك، قدام عظامة الملك، بهاء مجد الآب، كل ينحني، كل يسجد. شكرك، نشكرك. مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد لي واللسان يعترف بيك. مستحق كل المجد يا يسوع. أقف معي والكلمة دي. مستحق كل المجد يا يسوع. داخلين قدام العرش.
العرش كده بنقول لك مستحيل واحدة كل المجد يا يسوع الكل كل ركبة تسجد لي واللسان يعترف بيك مستحيل كل المجد يا يسوع تاني وانت فرح صلى الله مستحيل كل المجد مستحيل كل المجد يا يسوع شكرك وحدك مستحيل مستحيل كل المجد يا يسوع كل ركبة تسجد لي واللسان يعترف بيك مستحيل كل المجد يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع بفتح قلبي قدامك جاي بفتح ذهني قدامك عشان انت تيجي تسود انت تيجي تحل انت تيجي تهيمن وتسكن وتمتلك الكل خد دقيق كده وانت قدام الرب قول انا جاي برمي كل حاجه بره جاي بسيب الكل بره وجاي بفتح قدامي قدامك انت يا رب قلبي النهارده خلي حضورك يملا عينيا يا يسوع خلي حضورك يملا عينيا يا يسوع اتغير وعينيا تشوف مجدك بوجه مكشوف خلي حضورك يملا عينيا النهارده
مستحق وحدك. بشكرك لأنه فيك وحدك قوتي، فيك وحدك ترنيمتي، أنت فيك الفرح، أنت فيك الشبع،
هاليلويا هاليلويا هاليلويا. رب أشكرك لأن كل كمالي فيك، بشكرك لأن كل جمالي فيك، بشكرك لأن كل شيء فيك بيبقى كامل، بيبقى تامم للأبد. هاليلويا. Oh.
حتى واقف قدامه كده اقول له بشكرك لان كل عيب وكل نقص فيا بيكمل فيك انت يا سيد. هاليلويا. وزر عمل النعمة في اوان مليان عيون. اقف معايا وانت بتقول الكلام ده. بس ايديك ايديك انت اتمدت فيا وبترسل فيا المحبوب تاني تاني. يظهر عمل النعمة في أمان مليان عيون. بس ايديك اتمدت وبترسل فينا المحبوب. أرجوك كمل شغلك بركات. هاليلويا. البركات قادر تشفي.
هاليلويا هاليلويا. ارفع ايدك كده قدام الرب وقول له بص انا جاي وطالب حاجه واحده، ان انت اللي تشكل، انت اللي تشكل، انت اللي تكمل عمل النعمه، انت اللي تكمل في الاناء الفاضي دوت. مستحق وحدك. وملكوتك ما له حدود وطريق إبليس مسدود. ملكوتك ما له حدود وطريق إبليس مسدود. بالمجد عليه، بالمجد عليه يسوع. سلطانك يقف معايا يسبح الرب. كلمة هللويا منكم. هللويا وحده. عايز اختم معاكم بالترنيمة ديت على قلبي ان انا اوصل لك الرسالة ديت.
بص مش يعني مش عيب ان انا ممكن اعدي في وقت اكون مضغوط فيه، بس العيب ان انا انسى انه الدفة هو اللي قايدها وهو اللي ماسكها. مش عيب ان انا اعدي في وقت اكون مضغوط فيه واكون تعبان فيه واكون متضايق فيه. احنا يعني بشر صح، والله خلقنا بالاحاسيس ديت والمشاعر دي، بس العيب ان في وقت يعني وانا ضعيف او متألم انسى ان هو اللي ماسك الدفة وانسى ان هو اللي قائد السفينة. عشان كده عايز اختم معاك بترنيمة، في ترنيمة بتقول كده: لو تتوه المركبة وحده هو اللي طمن. لو في يوم لقيت المركبة كده والموج عالي عليها وانت في وسط الموج العالي ده، وتقف شوية كده اقول له اشكرك لانه بالرغم الموج العالي ديت انا اماني فيك، وحده هو اللي طمن. قبل ما اقول الترنيمة ديت نفسي اسكب قلبك كده قدام الرب، قول انا جاي واقف قدامك كده بقولك الكلمات ديت: انا اسف على كل مرة في وقت ما المركبة كانت بتوه شوية نسيت ان انت اللي ماسك الدفة. خد دقايق كده وانت بتسجد قدام الرب قول له: انا جاي اعترف كده، انا غلطت في اوقات كتير، هزت المركبة هزتني انا. وحده هو اللي طمن، وحده
بس القرار دوت وحده هو اللي يطمن. بس انا عايز احنا اللي نقولها بايمان، نقولها كده باعلان قدام كل محارب ابليس. مفيش غيره. وانت بتختم فاصله التسبيح كله انا عارف ان انت انه مفيش غيرك، وانا مطمن لانه مفيش غيرك، وانا مطمن قوي لانه انا محمي فيك، الساكن في ستر العلي. مزمور اللي ابتدينا بيه، ساكن في ستر العلي في ظل يقول ايه؟ ملجئي الهي انا اتكلت عليك، مفيش غيرك. عايز اسمعكم معايا اقول الكلمه دي، اصرخ كده بصوت. لو انت تعبان، لو انت تحت ضغط كبير، لو انت تحت مشاكل كبيره، قول له مفيش غيرك. وحده هو اللي يطمن. علي صوتك معايا. مجد للرب، مجد للرب، هاللويا. مين بيؤمن ان هو ضامن المركبه؟ ما دام هو في السفينه هو ضامن ان احنا هنرسي وهنوصل للمرسى، لان مفيش زيه، مفيش الا هو. صوته هو بس اللي يطمن. عارفين ليه؟ لان هو الصوت الوحيد اللي وقف وقال يا رياح اسكتي، يا امواج ابكمي، فصار هدوء عظيم. هو الوحيد اللي قال للميت اللي كان ليه 4 أيام وأنتن، وقال له لعازر هلم خارجا وسط ذهول واندهاش الجميع. هو اللي أمر الأعمى أنه يفتح، هو اللي أمر المفلوج أنه هو يقوم ويمشي. مفيش كلمة غير كلمته هي اللي تطمن، لأنه لما بيتكلم ولما يقول يكون، ولما يأمر الكل يصير. علشان كده أحبائي النهاردة أنا نفسي في بداية، قبل ما أشارككم بالكلمة، نفسي كلنا أن احنا نقف وعايزين نصلي، نرفع صلاة شفاء من أجل كل نفس مريضة، سواء موجودة في المكان أو العائلات اللي ما قدرتش أنها تكون موجودة معنا النهاردة بسبب مرض أو آخر، أو أي حد بيسمعنا. عارفين
عارفين ليه؟ لأن أنا أؤمن من كل قلبي أن يسوع موجود في هذا المكان، وأؤمن من كل قلبي أن مدام يسوع موجود في هذا المكان لابد أنه يترك بصمات. ما فيش مرة يسوع حضر في مكان وتواجد في تواجد في مكان وترك المكان من غير ما يترك بصمات أبدية وبصمات عجيبة وبصمات رهيبة جدا. عشان كده أنا أؤمن من كل قلبي، وإن كنت تؤمن من كل قلبك، أن يسوع موجود النهاردة في المكان، وإلا ما فيش داعي ولا أهمية لحضورنا ولا وجودنا النهاردة في المكان. لكن إحنا موجودين لأننا كل واحد فينا بيثق ويؤمن أن يسوع موجود في المكان. مين بيشترك معايا في هذا الإيمان؟ ومين بيصدق أن لما يبقى يسوع في المكان لابد أنه يلمس، لابد أنه يعزي، لابد أنه يغير، لابد أنه يطهر، لابد أنه يحرر، لابد أنه هو يشفي، لأنه الكلمة اللي تخرج من فمه لا تعود إليه فارغة. علشان كده النهاردة أياً كان الأمر اللي عندك، أياً كان المشكلة اللي عندك، أياً كان الموج المضاد اللي بيقابلك، أياً كان الجبل اللي واقف قدامك، أياً كان التحدي اللي واقف قدامك، أنت النهاردة في محضر سيد الأسياد وملك الملوك اللي بيقول لك اسأل فأعطيك، اطلب فتجد. ما فيش حاجة هتطلبها بإيمان، كل ما تطلبونه في الصلاة باسمي تنالونه. ده هو قطع هذا العهد والوعد على نفسه. عشان كده لا يمكن أبدا، هو مش إنسان عشان يندم، مش إنسان عشان يتراجع. عشان كده أنا بشجع كل واحد فيكم وبشجع نفس النهاردة وإحنا موجودين في محضر الرب إن إحنا نمسك فيه النهاردة ونقول له إحنا نمسك فيك ولا نرخيك النهاردة. إحنا عايزين لمسة منك، بس عايزين لمسة من هود بسوبك النهاردة. ممكن النهاردة الرب النهاردة يمتعك بشيء أنت بتصلي من أجله من سنين، وده إيماننا في هذا العام، ده إيماننا في السنة الجديدة، إن إحنا نشوف إيد الرب في وسطنا. إحنا مش جايين عشان نضيع وقت، إحنا مش جايين بس عشان نجتمعوا بس، إحنا جايين علشان نلمس حضور الرب ونختبر حضور الرب في المكان. ومدام الرب موجود فلابد أنه يذهلنا ويفاجئنا بأشياء غير متوقعة على الإطلاق، لأن بيقول لك الذي صانعه معك أمر رهيب. الأمر بيتوقف عليك، كبر إيمانك، أطلب بثقة، لأن إلهك كبير ويقدر إن هو يصنع ما لم تحلم به النهاردة. ارفع صلاة معايا النهاردة وصلي من أجل نفسك، وصلي من أجل كل نفس موجودة في المكان، مريضة، مقيدة، حزينة، تعبانة، موجوعة، مكسورة، وصلي من أجل كل النفوس اللي ما كانت مش موجودة معنا النهاردة بسبب مرض أو بآخر. أبانا السماوي، إحنا بنشكرك يا رب في هذه الفرصة، بنعظمك لأنك موجود في هذا المكان يا رب، وبنضم صوتنا مع صوت عبدك الذي قال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. بنشكرك يا رب لأنه مكتوب وجميع الذين لمسوا نالوا الشفاء. يا رب إحنا النهاردة بنلتمس لمسة من هد بسوبك النهاردة يا رب، بنطلب كلمة تخرج من فم جلالك، بنطلب زيارة ولمسة لكل جسد مريض موجود في هذا المكان. بنطلب يا رب النهاردة إنك تيجي يا رب بلمسات وإعلانات. بنصلي النهاردة يا رب إنك تيجي بزيارات خاصة لكل نفس النهاردة يا رب. مكتوب كل الذين نظروا إليك استناروا ووجوههم لم تخجل. يا رب أنت لم تخزي منتظريك أبدا، لم يذكر على الإطلاق، لكن كل اللي لجأوا إليك، كل اللي رفعوا عيونهم ليك يا رب، إنك أنت جبرت بخاطرهم واستجبت لصلواتهم، وإنك أنت أصرفتهم يا رب، وهم مليانين وبصمات شفائك وتحريرك على حياتهم. أنا بصلي النهاردة من أجل كل نفس مريضة يا رب، بصلي من أجل كل نفس حزينة، بصلي من أجل كل نفس موجوعة، بصلي من أجل كل نفس محطمة، بصلي من أجل كل نفس دائد بيها الدنيا ووصل إلى وضع رب، وضع مظلم. أنت اللي تقدر تصنع في البحر طريق يا رب، أنت اللي مكتوب عنك يدك العظيمة المنشفة البحر مياه الغمر العظيم، الجاعلة في أعماق البحر طريقا لعبور المبديين. بصلي يا رب من أجل كل العائلات وكل الأحباب اللي منعتهم ظروف المرض إن هم يكونوا موجودين معانا. بصلي زيارة خاصة سواء في المستشفى أو في البيت أو في أي مكان يا رب. بصلي يا رب إنك أنت تتلامس معاهم وتزورهم زيارات خاصة
النهاردة، بنشكرك لأنك غني، بنشكرك لأنك شافي، بنشكرك لأنك محرر، بنشكرك لأنك إله في كل النعم والأمين. سيدنا مبارك اسمك إلى الأبد، بنشكرك لأننا نثق أنك تستجيب، لأننا نصلي في اسم الكامل يسوع، لك المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، وكل شعب الرب يقول آمين. اتفضل. أحبائي بشكر الرب كتير النهاردة من أجل وجودنا في هذا المكان، في كل مرة بنجتمع فيها ده امتياز، ودي فرصة عظيمة جدا جدا إن احنا نكون في محضر الرب. الحقيقة من بداية سنة 24 وإحنا نشعر بإيد الرب موجودة في وسطينا وبتتحرك بطريقة لم نشهدها ولم نختبرها من قبل، لكن في نفس الوقت وكنا نعلم هذا أن نرى نشاط غير عادي للعدو، وهجمات وهجوم سواء على الصحة سواء على الأسر سواء على الأفراد، لكن إحنا بنقول إحنا قابلين التحدي لأننا نثق أننا في أعظم من منتصرين. فبنشكر الرب من أجل كل الأشياء اللي بيعملها الرب في وسطنا، وبنشكر الرب لأن نثق أن هذه السنة سنة البركة، سنة التعويض، سنة الحصاد، سنة استجابة صلوات كانت ربما بنصليها من سنوات. أثق أن الله هيمتعنا بأشياء واختبارات أمينة. ده مش شعارات لكن ده إيمان وثقة، وأنا أثق أن الرب هيعطينا اختبارات وهيعطينا قصص نشهد بيها عن مجده وعن عظمته في حياتنا. في بداية السنة الحقيقة الرب وضع على قلبي ان احنا ككنيسة بالكامل ان احنا ندرس او ان احنا نركز في كتاب تقريبا قرأه ملايين الملايين من البشر، وكان ليه تأثير على حياة الافراد وتأثير على حياة الكنائس. وأنا قلت إنه ما ينفعش إحنا ككنيسة إن تفوتنا الفرصة دي وإن إحنا نتمتع بهذا الامتياز. اسم الكتاب الحياة المنطلقة نحو الهدف، والكتاب ده كلنا ممكن نكون سمعنا عنه، ممكن يكون كلنا أراه، ممكن يكون كلنا أرى جزء منه، لكن هذا الكتاب بيجاوب على سؤال في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية، وهو ما هو الغرض من حياتي؟ الغرض من حياتي. وسؤال كمان ده هو مهم جدا، لأن السؤال ده سؤال لتقريبا 250 من أعظم الفلاسفة، وكلهم تقريبا رغم العلم والثقافة لكن كلهم أو معظمهم خمنوا، يعني عملوا تخمين، وفي جزء منهم فشل حتى إن هو يوجد هدف لحياته، والبعض منهم قال طيب لما توصلوا النتيجة عرفونا. لكن هذا الكتاب بيجيب على أسئلة هامة جدا، فأرجو إن احنا نتابعه ونركز فيه، أرجو إن احنا نشتريه، أرجو بلاش تشتريه، يمكن كان زمان $20 أو $25، دلوقتي ممكن تروح على جوجل وتكتب الحياة المنطلقة نحو الهدف وتعمل له داونلود، وإنه يكون معاك على الآيباد أو على التليفون وإقراه علشان تمشي معانا في هذه السلسلة. شيء مهم جدا جدا إنك أنت تتابع هذا الأمر معانا. النهاردة تقريبا أنا ملخص تقريبا هو الكتاب مصمم على أساس أنه يتقري في 40 يوم، وقال لك كلمة 40 يوم دي ليها وقع معين في حياة كثيرين. فمثلا الشعب والرب يسوع لما صام 40 يوم، لما التلاميذ لما الرب يسوع قام قعد مع التلاميذ 40 يوم، موسى طلع على الجبل 40 يوم، إيليا لما أكل الوجبة بتاعته والملاك الرب ظهر له مشي 40 يوم. فكلمة 40 يوم بتسبب ليها كده وقع معين وتأثير معين. فهو
كتب الكتاب ده على 40 فصل، بيقول إن كل يوم تقرأ فصل معين وتطبقه وتتمعن فيه وتتفرس فيه. والحقيقة لما تيجي تقرأ فعلا تجاوب على أسئلة كتير جدا. الشيطان بيقدر يلعب بأفكارنا ويلعب بأذهاننا ويضيع الهدف والغرض الأساسي اللي الله أوجدنا من أجله على هذه الأرض. السؤال النهاردة اللي احنا عايزين نجد ليه إجابة، وده عنوان الكلمة بتاعتي، لماذا أنا موجود على هذه الأرض؟ احنا موجودين ليه على هذه الأرض؟ احنا موجودين ليه على هذه الأرض؟ سؤال مهم جدا محتاج الإجابة. الله لما بيعمل حاجة ما بيعملهاش كده عبثا، ما بيعملش حاجة كده ويروح سيبها. الله لما الشيء الوحيد اللي في عملية الخلق، لما جه وصل لخلق الإنسان وخلق الإنسان في اليوم السادس، الكتاب بيقول إيه؟ ورأى الله إن ما صنعه كان في كل الأيام يقول إيه؟ حسن. لكن في هذه الحد اليوم بالذات، وفي لما خلق الإنسان وخلقنا أو أوجدنا، إنه قال ورأى الله إن كل ما صنعه إنما هو حسن جدا. فتخيل إحنا مخلوق أو شيء مصنوع بيد الله، والله لما خلق الخليقة وأوجدها أوجدها في أحسن وأكمل صورة. فعشان كده لما جه صنع الإنسان وخلق الإنسان وضع صنعه وخلقه في أفضل صورة. فعشان بس أقدر أجاوب على أو نجاوب على السؤال لماذا أنا موجود على هذه الأرض، في بعض الاعتبارات محتاجين إن احنا ناخد بالنا منها. أرجو إن كنتوا تركزوا معايا فيها. أول حاجة بيقول يبدأ كل شيء من الله. عشان تيجي تبحث عن هدف الحياة اللي حير الناس من سنين كتيرة جدا، لابد إنك أنت تختار نقطة البداية الصح. نقطة البداية الصح إنه البداية دي بتبدأ منين؟ لو أنا بديت رحلة مشوار أو سفرية وابتديت من النقطة الغلط، بالتأكيد كل الرحلة غلط والمكان اللي أنا هوصل له غلط. فمثلا لو أنا رايح سان فرانسيسكو ورحت ماشي موجه نفسي على المكسيك مثلا، النقطة البداية بتاعتي والاتجاه بتاعي كان غلط، علشان كده ممكن أعيش للأسف الشديد سنين وسنوات وفي النهاية أكتشف إن أنا ماشي غلط. علشان كده نقطة البداية لابد إن أنا أعرف إيه هي نقطة البداية. نقطة البداية بتبدأ من الله. ليه بقى؟ لأن في آية، ونفسي إن إحنا جينا لو تقدرت تجيبي لي كولوسي 1:16، وأنا يعني نفسي فعلا إن الرب يفتح أذهاننا وقلوبنا عشان نعي خطة الله لحياتنا وألعيب إبليس اللي بيستخدمها. بصوا الكتاب بيقول إيه؟ فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات. بصوا على الكلمة الأخيرة، الكل به وله قد خلق. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إنه لو أنا الهدف من حياتي أعظم كتير جدا من مجرد إن إنجازات الشخصية أو سلام ذهني أو حتى السعادة بتاعتي أو حتى أكتر من العيلة بتاعتي أو مجال العمل أو أحلامي أو طموحاتي. فأنا لو أنا علشان أعرف الهدف والغرض اللي أنا موجود من أجله، زي ما يكون في أي اختراع، أي ماشين، لما تيجي تشتري أي جهاز جديد وتيجي تسأل الجهاز الجديد ده هو تقول له أنت هدفك إيه وغرضك إيه، تعتقدوا ان الجهاز ده والغرض والاختراع ده يقدر انه يجاوب على هذا السؤال؟ ما يقدرش. طب مين اللي يقدر يسال او مين اللي يقدر يعطي اجابه على هذا السؤال؟ المخترع اللي عمل الجهاز، اللي صنع الجهاز، هو يجي يقول لك الجهاز ده بيشتغل ازاي وفايدته ايه ويعمل ايه. علشان كده في نقطه مهمه جدا، وده اللي الشيطان غرسها وتبناها في حياة البشر كلهم، إنه بدل من أنا أبدأ بالله أبدأ بنفسي، التركيز على نفسي.
وبتشوفوا طبعا كل الإعلانات وكل الكتب والكتب المعرفة والأفلام والندوات كلها يقول لك إزاي تكتشف وتعرف نفسك وتعرف حياتك إيه. فالبداية أصلا غلط. البداية بدل ما أجي أسأل أروح للرب وأقول له أنت صنعتني وأنت أوجدتني في هذه الحياة، علشان كده أنت الوحيد اللي تقدر تجاوب على السؤال ده. لكن لو أنا جيت ركزت على نفسي وركزت على ذاتي وإيه اللي أنا أعمله في حياتي وإن أنا أقدر أعمل كل حاجة في حياتي، وشايفين الحرية اللي موجودة هنا في أمريكا، It is my body، ما حدش لي أي سلطة عليا، أنا اللي أعمل، وكلمة أنا هي الكلمة السائدة، كل حاجة بتتمركز نحو النفس ونحو حياتي أنا. وده الغلط، الغلطة أو الخدعة اللي قدر عدو الخير إن هو يوصلها لكل نفس بشرية. أنت نفسك، أنت ذاتك، أمالك، طموحاتك، أهدافك، عيلتك، أولادك، مستقبلك، شغلك. وللأسف الشديد، وكلنا عارفين كده، بس للأسف إحنا ماشيين وتيهين ومش حاسين إن إن الحياة والعمر بيتسرق مننا، وإحنا بدأنا من نقطة البداية الغلط. يا جماعة، وجودنا هنا في الأرض مش لحياتنا ولا لأنفسنا ولا لزواتنا. علشان نعرف الهدف وأنا موجود هنا ليه على الأرض، أعرف إن الله أوجدك وبيقولك إنه الكل به وله قد خلق. فالله صنعني وأوجدني علشان إنه أكون أتمم هدف وغرض هو أوجدني من أجله على هذه الأرض. بيختلف تماما عن حياتي ونفسي وتركيزي وعيلتي وسعادتي والطموحات اللي موجودة قدامي اللي إحنا مشغولين بيها. علشان كده أحبائي، علشان أقدر أجاوب أو نجاوب على السؤال ده، لماذا أنا موجود على هذه الأرض، لابد إن إحنا نطلع بحقيقة واحدة. الحقيقة ديت هي إيه؟ إن الكل به وقد خلق، وإني البداية تبدأ من عند الله أو من الله، مش على نفسي أنا، مش التركيز على نفسي. واضح الكلام ده؟ الفكر ده والتحول ده يقدر يعمل تغيير جذري في حياتك وفي أولوياتك، وإزاي أنا أعيش حياتي وإزاي أنا أخططها. عشان كده أنا فعلاً مهتم قوي ان احنا نقرا الكتاب ده هوت. وبشكر الرب ان الشباب ابتدوا امبارح او يوم الجمعه السلسله ديت، وحسوا بمتعه جدا، وانا واثق انها تعمل تغيير في حياتهم. فانا بشجعكم احنا ككنيسه وكشعب ان احنا كلنا نفهم القصد والهدف والغرض اللي الله اوجدنا من أجله على الأرض. لألا مرة هقول لكم حاجة. مرة واحد كان يعني بيشتغل في حاجة وبيساعدنا في حاجة، عايز يساعدنا في أمر معين، وتعب جدا 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 وصرف مصاريف كتيرة جدا جدا، بس للأسف الشديد كل المجهودات بتاعته ما جابتش نتيجة. فبتكلم مع القائد أو المرشد، فبقول له أنا صعبان عليا إن هو تعب، صعبان عليا إن هو صرف مصاريف كتيرة. قال لي بص، كتاب بيقول لا نكلل إن لم نجاهد قانونيا. ممكن إن إحنا نتعب، ممكن نبذل المجهود الكبير قوي ونبذل حياتنا ونستنفذ كل سنين عمرنا، بس للأسف ما يكونش جهاد قانوني، ما يكونش جهاد الصح، ما يكونش أخدين الاتجاه السليم. علشان كده أحبائي، نقطة البداية هي الله، مش نفسي، مش حياتي، مش طموحاتي. مين يقول له امين النهارده؟ امين. الحاجه الثانيه، وده يعتبر الدرس الثاني، انا بحاول اخد لكم بعض يعني الملخصات فيها على قد ما اوصل، ان الله لا يجازف. يعني ايه الله لا يجازف؟ الله ما يعملش حاجه، ما يخاطرش بحاجه مش عارف نتائجها، مش عارف نهايتها. فلما صنع الانسان صنعه بهدف وغرض. عشان كده الرسالة التانية أو الاعتبار التاني اللي عايزين نتعلمه النهاردة وناخده في الاعتبار، أول حاجة إن البداية مع الله، تاني حاجة أنت وأنتي وأنا
موجودين على هذا الكوكب مش صدفة. تاني هقول الكلام ده، احنا مش موجودين صدفة، مش حادثة كده حصلت ومحدش كان داري بيها، لكن ده بتخطيط وترتيب. فبيجي يقول لك ايه، لم يكن ميلادك خطأ او حادثا مؤسفا، كما ان حياتك ليست ضربة حظ من صنع الطبيعة. ربما وده كتير قوي قوي، ان ربما الوالدين مثلا جابوا عيل والتاني وما كانوش بيخططوا في التالت وبص لقيوا كده ان في ولد جه. ربما الوالدين ما يكونوش خططوا ان هم يجيبونا، لكن في الحقيقة الله كان عارف وكان مدبر وعارف ان هو انك انت هتبقى موجود. ولأن الله صنعك ولأن احنا من صنعة الله ومن عمل الله، فبالتأكيد الله مش بيجازف، الله بيعمل حاجة وعارف قوي قوي كويس قوي هو عاملها ليه. فهو قرر امتى هتتولد وقد ايه من العمر هتعيش، وخطط لحياتك مقدما، اختار الميعاد المحدد اللي تتولد فيه. ليه بقى؟ لان في آية بتقول رأت عيناك اعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحدة منها. يعني الله عرفني عظم عظمة، عرفني عصب عصب، عرفني حتة حتة. الله صور في ذهنه، صورني في ذهنه قبل أن أولد، هو عارف أنا هاجي إزاي. بص العبارة المهمة اللي جاية ديت، في بينما ربما يوجد آباء غير شرعيين، لكن لا يوجد أطفال غير شرعيين. ربما يوجد آباء غير شرعيين، لكن لا يوجد أطفال غير شرعيين، لأن الله ربما الأطفال جم بدون تخطيط، لكن الله وفكر الله جاية بتخطيط من الله. ليه بقى؟ لأن إن كنا نؤمن إن الله لا يخطئ، منها كم واحد هنا بيؤمن إن الله لا يخطئ؟ ولما نيجي نقول له أنت صالح، معناها إيه كلمة صالح؟ وزي ما سمعناها في المؤتمر قبل كده، كلمة صالح يعني أنه بيعمل كل حاجة صح وما بيغلطش أبدا، حتى لو إحنا ما كناش فاهمين، حتى لو ما كناش عارفين. فالله صالح، فالله لما بيعمل حاجة مش بيجازب بحاجة، فالله لا يعمل شيء أبدا بالصدفة، وهو لا يخطئ. وإن كل حاجة موجودة هنا في حياتي موجودة لسبب، فموجود أنا اتولدت بالشكل ده إزاي، واتولدت في مصر ازاي، واتولدت في بلد صغيرة ازاي، وجيت امريكا ازاي، والرب اوجدني في المكان وتنقل بي من مكان لمكان، كل ده كان شيء مخطط ومدبر في فكر الله وفي خطة الله. مفيش حاجة بتيجي مصادفة، فكل حاجة ليها سبب عند الله. فعلشان كده الحاجة كمان اللي محتاجين نعرفها، الله ما كانش عنده احتياج ان هو يصنعنا او يخلقنا. عارفين ليه؟ الله ما كانش شاعر بالوحدة فقال أن أنا عايز ونس، عايز أصنع الجنس البشري، لأن كان الثالوث الأقدس هناك وكان عنده ربوات من الملائكة ورؤساء الملائكة بيسبحوه ويقدسوه، ما كانش محتاج البشر والإنسان علشان يعبده. الله كان عنده استكفاء، لكن الله صنع لأنه صنعنا وخلقنا بمسرة وبإرادة وبمشيئة وبهدف وبغرض، وإنه وعد إنه هو يكون معانا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. علشان كده أنا عايز بس أوصل الفكرة دي، إنه علشان نقدر نجاوب على السؤال لماذا أنا موجود على الأرض، لابد أن أنا أأخذ في الاعتبار بعض الحاجات. أول حاجة فاكرينها، أن الكل يبدأ منين؟ من الله. لو أنا ركزت على نفسي أنا بادئ من النقطة الغلط، وإحنا كلنا والجنس البشري كله، ودي خدعة شيطانية قدر أن الشيطان أنه هو يزرعها وينميها في قلوب البشر. نفسي، حياتي، أسرتي، بيتي، مستقبلي، كياني، نجاحي، الحاجات دي كلها اللي بتاخد كل التركيز وبتاخد كل الأولويات في حياتنا. فعشان كده الله ما بيبقاش ليه وجود في الحياة إلا لو كان عندنا فرصة. تقول للواحد تعالى احضر الكنيسة، يقول لك ربنا يرتب، لو ظروفي سمحت هاجي. يا سلام، لو ظروفك سمحت هتيجي، لو ما لقيتش حاجة أعملها خالص يوم الحد هاجي. هو ده مكانة الله في حياتنا، ده الأولوية اللي احنا بنحطها في حياتنا لله، رغم
لأن هو الأساس وهو أصلا بيقول الكل خلقته ولمجدي. هدف وقصد الله من خلقي ووجودي على الكوكب الذي يدعى الأرض إن أنا أكون لمجده، إن أنا أكون لمجده مش لنفسي. لنفسي أنا بادئ بداية غلط، بدل ما أجي أروح سان فرانسيسكو هروح رايح مثلا سان دييغو أو أروح في أي حتة تانية. الاتجاه يعني بالكامل اتجاه خطأ. السبب التاني أو الاعتبار التاني إن إحنا مش بالصدفة. علشان كده في رومية 12:3 في آية جميلة جدا بولس بيقولها في رومية 12:3، فإن أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. إن الطريقة الدقيقة الوحيدة لفهم أنفسها هي عن طريق فهم من هو الله وما الذي يصنعه لأجلنا. واضح حبايب ولا تهتم مني؟ الاعتبار الثالث وده مهم جدا وأرجو أن احنا نركز فيه. يبقى لماذا أنا موجود على الأرض؟ أول اعتبار أن الكل يبدأ منين؟ من الله. الاعتبار الثاني أن أنا موجود هنا على الأرض، هنا في المكان في هذا الصباح في الاجتماع ده مش صدفة. وجودك النهاردة ممكن يكون وجودك النهاردة لأي سبب من الأسباب، بس تخيل بقى أنه مش صدفة. الله عايز يوصل لك رسالة مهمة جدا النهاردة. الرب عايز يكلمك كلمة بالرغم أنك أنت ممكن ما يكونش في دماغك أبدا يوم عادي جدا. ودايما بقى أقول أحيانا في أيام عادية في حياة الناس الرب حولها لأيام غير عادية بسبب أن الله تقابل معهم. أصلي أن الله يتقابل معك النهاردة ويتكلم لقلبك. الاعتبار الثالث، ما الذي يوجه حياتك؟ إيه بقى اللي بيوجه حياتك؟ هقول لك حاجة وده شرحه في الكتاب. قال لك هناك مئات من الظروف والقيم والأحاسيس التي يمكنها أن تقود حياتك، مئات الأسباب، بس هنذكر خمس حاجات. أنا متأكد أن كل واحد موجود النهاردة في الكنيسة وفي القاعة دي بيقع تحت بند من هذه البنود. أول حاجة، ممكن بعض الناس اللي بينقادوا بالشعور بالذنب، مش حاسين ان هم بيقضوا معظم حياتهم بالكامل وهم بيحاولوا ان هم يهربوا من اخطاء كانوا بيندموا عليها وعايزين يخفوا العار بتاعهم. الاشخاص دول اللي هم منقادين بالشعور بالذنب دول بتتلاعب بيهم الذكريات، فهم بيسيبوا الفرصة للماضي بتاعهم أن يتحكم في حاضرهم ويتحكم أيضا في مستقبلهم. الحقيقة أحباء أن احنا نتاج الماضي بتاعنا. كل واحد فينا في الوضع اللي هو فيه حاليا ده عبارة عن نتيجة تصرفات أو قرارات، ربما تكون قرارات خطأ احنا أخذناها في الماضي، بس وجودنا في المكان النهاردة نتيجة قرار احنا أخذناه ان احنا النهاردة هنروح الكنيسة لأي سبب من الأسباب. فاحنا نتاج الماضي بتاعنا، بس مش مفروض ان احنا نكون سجناء فيه. حتى لو كان هذا الحاجة اللي بتوجه حياتي ان انا شاعر بندم، شاعر بذنب. احيانا كتير جدا بناخد قرارات والقرارات بتكون غلط. It's okay. انا الماضي ماضي مش هقدر اغيره، لكن اقدر اتحكم في الحاضر بتاعي واتحكم ايضا في المستقبل بتاعي. فايا كان القرار اللي انا اخذته في الماضي، ايا كان العمر اللي ضيعته في الماضي، انا النهارده مش محتاج ان انا اكون سجين للماضي بتاعي، لكن انا محتاج النهارده ان انا اخد قرار كده حاسم النهارده واقول ان انا اللي هيقودني، اللي هيحركني، الحاجه اللي عماله بتحسني ان انا امشي في هذا الاتجاه، ان انا شاعر بذنب او قرار خدته او حاجه عملتها في الماضي او خطا عملته في الماضي. لا، انا محتاج ان انا اقف وان الله متخصص في اعطاء كل شخص فرصه جديده علشان يبدا من جديد. الله متخصص في كده.
الله متخصص ان هو يبص على التينه كده اهوت ويبص يلاقيها سابها سنه انها تثمر، وبعدين المفروض هذه التينه المفروض انها تنزع وتحرق، ولكن يقول ايه اتركها هذه السنه لعلها تعمل ايه تاتي بثمر. فالله متخصص بانه يعطي فرصه تانيه. فعلشان كده احبائي الكل واحد موجود النهارده، اول حاجه ايه اللي بيوجه حياتك؟ هل اللي بيوجه حياتك شعور بالذنب، شعور بالخطا، شعور انك انت عملت حاجه في الماضي غلط؟ هقول مره تانيه، نحن نتاج الماضي، ولكن لا يوجد سبب ان احنا نكون اسرى للماضي. احنا ممكن ان احنا ناخد قرار جديد النهارده. العامل الثاني اللي هو ممكن ان يكون بيوجه حياتي ان انا شخص بنقاد بالغضب. الغضب ده بيبقى ناتج من عدم الغفران. فواحد اتألم، اتجرح، تعب من امر ما في الماضي، في جواه غضب، غضب شديد جدا، وكل تصرفاته وحركاته وقراراته والدفع بتاعه والاتجاه بتاعه الغضب، غضبان، عمال زي الجمل بيختر بالألم وبالجرح اللي اتجرح بيه، وبيكتم الغضب ده، وعايز بس نفسه بس ان هو يفش او الغضب ده ينفجر ويطلع كل الغل اللي موجود جواه اللي موجود في صدره. ممكن هقول بس بعض الملاحظات في الأمر ده. أولا، الغضب وعدم الغفران لا يؤذي الشخص اللي أخطأ إليك. عارفين أكتر واحد بيتأذى من عدم الغفران مين؟ أنا، الشخص الغير غافر. لأن الشخص اللي أخطأ إليك ربما إنه هو يكون نسي إنه هو أخطأ إليك، أو هو أخطأ إليك بعمد وحس إنه فش غله فيك ومبسوط وقاعد عمال بيشرب شاي ومبسوط ومتكيف إنه فش غله فيك، ولا داري بيك ولا داري بجراحاتك. فإحنا أسرى الغضب ده، الحاجة اللي عمالة بتحركني وبتوجهني وبتمشيني غضبان، في عدم غفران، في جرح جوايا، جرح مش قادر أنساه، جرح مش قادر إن أنا أتحرر منه، جرح مش قادر أتشفي منه. علشان كده كل اتجاهاتي والحاجة اللي بتحركني في الحياة هو الغضب، النقمة على الحياة، شايف كل حاجة سودة، مش شايف ولا حاجة قدامي، غضبان. يا إما بكتم الغضب ده، أحيانا الناس تبص تلاقيها سكتة هادية هادية هادية، بس جواها بركان. بتذكر مرة قريت قصة عن واحد خارج مع خطيبته، وبعدين وهو بي بي في شوية صفاء كده وبيشربوا قهوة، وكانت لابسة فستان أبيض، وبعدين وهو بيشرب القهوة راحت الكوباية القهوة اتقلبت على الفستان الأبيض بوظته. ابتسمت ابتسامة وقالت لي ولا يهمك حبيبي، وظهرت زي ملاك طاهر. وبعد ما اتجوزوا الشخص ده قال يا حظي يا بختي، انا يعني انا ارتبطت بملاك، ملاك نزل. بس بعد ما اتجوزوا بص ليه الملاك ده عبارة عن بركان في كل صغيرة وكبيرة تبص تلاقيها عمالة بتنفجر. فسألها سؤال، قال لها يعني أمال لما كنا خرجنا مع بعض وموضوع الحادثة إياها ديت بتاعت القهوة واللي وقعت على الفستان، يعني أنت كنت ملاك؟ قالت له أنت ما عرفتش أنا عملت إيه لما روحت، مسكت الفستان وحرقته. فكانت كتمة الغل والغيظ والغضب الجواه. فأحيانا إحنا بنكتم الغيظ وعدم الغفران، بس لو نلاقي فرصة ننفس عن أنفسنا نشيل الشخص اللي قدامنا. علشان كده إيه اللي بيوجه حياتك؟ ممكن تكون اللي بيوجه حياتك أول حاجة ممكن تكون ذكريات أليمة أو ماضي أليم أو إنه شعور بالذنب. الحاجة التانية إنك أنت ممكن إنك أنت تكون بتنقاد، واللي بيقود حياتك واللي بيصيرك غضب، عدم غفران، بركان جواك. أقدر أقول لك كلمة عشان أتنقل للنقطة اللي بعد كده؟ الناس اللي ألموك في الماضي
لا يمكنهم الاستمرار في إيلامك ما لم تتمسك بالألم من خلال حنقك. يعني إيه؟ يعني أنت الناس اللي ألموك وزعلوك وغضبوك وجرحوك دول خلاص انتهى، ده ماضي انتهى، مش هتقدر تعيده تاني. القرار قرارك أنت. عارف القرار بتاعك إيه؟ تروح مغمض عينيك. أحيانا تيجي تقول يا رب أنا غفرت، وبعدين بعد ما بس حاجة تذكرك بالحادثة تاني تبص تلاقي الدخان طلع من الدماغ والغضب والشخص تحول لشخص آخر. لا، الغفران، هقول لك الغفران. الغفران إنك بتغفر بدون مقابل، لا تنتظر اعتذار ولا تنتظر أسف ولا تنتظر رد اعتبار. وعايز أقول لك حاجة كمان بالمناسبة ديت، لأن أنا عارف ده ممكن يكون وتر حساس. الإنسان اللي أنت هتغفر له، هقول لك حاجة بصراحة بينه وبينك، ما يستاهلش الغفران، بس لازم تغفر له عشان نفسك مش عشان هو. لأنك أنت لو ما غفرتلهوش هيكون في جرح جواك عمال بينزف، لا هيعالجه، لا هيعالجه بند إيد ولا هيعالجه شاش ولا قطن ولا أي مطهرات. لكن النهاردة تعلن كده قدام الرب، وعايز أقول لك ده اختبار أنا مريت فيه، حقيقي مريت فيه اختبار، زي ما الكتاب بيقول إن الهم في قلب الرجل يحنيه. أنا فعلا أحيانا لما تيجي تلاقي نفسك تعبان نفسيا وعدم غفران وشايل من حد، تلاقي فعلا نفسك مش قادر تقوم تعدل طولك من التعب النفسي والانحناء اللي انت متعاني منه. بس عارف لما تيجي كده هو تيجي تقول له يا رب انا مش بغفر، لا ده انا بغفر وببارك، زي ما بيقول ايه، باركوا لاعنيكم وصلوا من اجل الذين يسيئون اليكم. اغفروا للناس زلتهم بأنه مقياس وأنه معيار، كما غفر أبوكم أو كما يغفر أبوكم السماوي زلتكم. النهاردة إن كان اللي بيوجه حياتك عدم غفران وغضب، النهاردة أقول له يا رب أنا النهاردة بضع غضبي على المذبح النهاردة، وبضع غضبي قدامك، وبقول لك يا رب أنا ببارك وبغفر وبسامح، والنهاردة يا رب أنا فعلا محتاج أنك أنت تحررني من هذا الأمر. فإيه اللي بيصير حياتي؟ اللي بيصير حياتي ممكن أكون ماشي واحد بإحساس الذنب، عمال بحاول إن أنا أعمل كل حاجة علشان أبرر لنفسي اللي أنا عملته في الماضي. الحاجة التانية إن أنا أكون ماشي عن طريق بطريق الغضب أو عدم الغفران. الحاجة التالتة اللي ممكن إن بعض الناس بيكونوا بينقادوا بيها، الخوف. والخوف ده ممكن يكون نتيجة تجربة معينة أو تجربة مؤلمة، أو بسبب أو حتى بحاجة وراثية. بس أنا عايز أقول لك بسبب الخوف وعدم المجازفة، ممكن تبص تلاقي إنك أنت تفقد الأمان، وإنك أنت بتتجنب المخاطر ومش عايز تحاول أي حاجة جديدة. الخوف إنك أنت تعمل حاجة، تشتغل، لا أنا هفشل. الخوف كده مسيطر عليك، أرواح خوف مسيطرة على حياتك، مكبلاك زي ما تكون سلاسل مش قادر تعمل حاجة أبدا. لكن النهاردة الرب بيديلك حرية إنك هذه الأرواح، روح الخوف دي، إنك تضعها قدامه، إن الرب يحررك منها. أنا أقول لكم حاجة، يعني أنا من الحاجات اللي أنا بشكر رب عليها، أنا بحب المجازفة، وأحب إن أنا أخذ قرارات كده مخاطرة. وزي ما ريك وارن كان كاتب في كتاب اسمه Purpose Driven Church، اللي هو الحياة المنطلقة نحو الهدف، كان بيقول الكنيسة المنطلقة نحو الهدف إنه إحنا حاولنا، الكنيسة بتاعته حوالي صغيرة زي كنيستنا كده، يعني فيها بيحضر فيها 5,000-7,000 كده الكنيسة. فبيقول الكنيسة نجاحها، إحنا ممكن نقول لك يعني أسباب النجاح، بس مش هقول لك قد ايه وكم مره فشلنا. احنا ما بنسميهاش فشل، بقول لك احنا مئات المرات ومئات الطرق حاولناها، لكن الطرق التي لم if it doesn't work ما بنسميهاش فشل، لكن بنسميها ايه، خبره. الطريقه دي ما نفعتش، محتاجين ان احنا نوجد طريقه اخرى.
الخوف هو سجن بتفرضه على نفسك فيمنعك انك انت تصبح ما قصد الله انك انت تكون. الله ليه هدف وغرض في حياتك بسبب الخوف، وان انا مسير والدافع بتاعي وحياتي سيد عليها الخوف، ده كاني محطوط في سجن مش هقدر اعمل حاجه واقدر، وده يكون عائق ان انا ان انا اتمم قصد الله وان الله يتمم قصده في حياتي. ده سبب من الاسباب اللي هي ممكن تكون بتصير حياتي واللي بتوجه حياتي. اقولها معاكم مره تانية، اول حاجه ايه؟ الشعور بالذنب. كم واحد النهارده بحياته كده شعر عايز يبرر حاجه ويكفر عن خطيه او حاجه عملها في الماضي؟ صلي النهارده ان الرب كده يخلصك منها ويحررك منها. الكنيسه مش وعظة تيجي تسمعها. الكنيسة انك انت بتيجي وبتتقابل مع شخص عجيب فريد عايز يغيرك وعايز ينقيك وعايز يأهلك ويتنقل بيك من مجد الى مجد. اذا خرجت من الكنيسة النهاردة وما خدتش حاجة، انت العيب مش من الرب، انت اللي مش متاح انك انت تسمع وتستقبل من الرب النهاردة. لكن النهاردة انا بصلي ان كل واحد فينا انه يخرج فعلا بلمسات من الروح القدس. وأنا بجهز الكلمة دي قلت له رب أنا مهمتي أن أنا أوصل الكلمة للأذهان فقط. مهمة الروح القدس أنه هو يعمل ويشتغل ويلمس ويغير ويحرر. ده مش شغل أنا، وده أنت، ده بيعتمد عليك لو أنت متاح للروح القدس أنه يعمل في حياتك. إن كان فعلا عايز تعيش حياة ما تجيش في الآخر خالص وتقول الله ده أنا كنت ماشي غلط، أنا جهدت جهاد غير قانوني، تعبت في حياتي، كفحت، حققت شهادات ومال ومركز كل حاجة، بس للأسف الرب لما هيجي نيجي نقف قدام كرسي مش هيسألني أنا خدت كم شهادة أو عندي كم عربية وعندي شقة ولا بيت، ويميز الناس اللي عندهم بيوت عن الناس اللي عندهم شقة، ولا هيميز الناس اللي هم يعني عندهم رصيد في البنك أعلى من التاني. لكن في معيار وهقوله في الآخر وهختم بيه، اللي هنيجي لما نيجي نقف قدام كرسي المسيح في سؤالين هنسألهم هقولهم في الآخر خالص. علشان كده أنا بصلي النهاردة إنك ما تبدأش من النقطة الغلط. اوعى تبدأ على نفسك، اوعى تبدأ على حياتك، اوعى تبدأ على مشاريعك، هتيجي في النهاية بتكرس كل حياتك ليها، وبعدين تيجي زي ما سليمان يقول لك إيه، اسمعها من الحكيم اللي قال باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. عشان كده ايه اللي بيوجه حياتك النهاردة؟ الحاجة كمان اللي 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 بتسود على معظم او على الكثيرين منا، ودي انا اعتقد محتاجين ان احنا كلنا ناخد بالنا منها، بننقاد من الناس بالاحتياج الى استحسان الاخرين، عايز استحسان من الناس. انا أبويا أو أمي أو زوجي أو أولادي عايزين حاجة معينة أعملها، فأنا كل همي إن أنا أعمل حاجة بحيث يقولوا لي برافو أنت صح أو كويس اللي أنت عملته. استحسان الآخرين دايما أحيانا كتير جدا. الحقيقة أنا مرة قريت حاجة في الجرنان على الأوبرا. الأوبرا بتقول إنه عملت انترفيو مع تقريبا أعظم وأكبر المشاهير والممثلين والرؤساء، وبتقول الحاجة العجيبة بغض النظر مين اللي أنا بعمل له انترفيو، في نهاية الانترفيو بيسألوني نفس السؤال، Did we do good؟ إحنا عملنا كويس ولا لأ؟ ليه؟ عايزين استحسان، عايزين الناس تقول لهم يا أنت عملت حاجة كويسة. فاللي بيوجه حياتي إيه؟ اللي بيوجه حياتي إن أنا عايز إرضاء الناس، إرضاء أصدقائي، إرضاء الآخرين. بولس بيقول إن كنت بعد أرضي جميع الناس أبانا إيه؟ فلم أكن عبدا للمسيح. لا يمكن أبدا هتقدر إنك أنت تقرأ، تقدر إنك أنت ترضي كل الناس. أكبر أحد مفاتيح الفشل هو محاولة إرضاء الناس أو محاولة إرضاء الجميع، لأن أنا هقع تحت سيطرة آراء الآخرين، وده طريق
هيؤدي إلى فقدان مقاصد الله في حياتي. عارفين ليه؟ لأن الرب يسوع قال لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. لا يمكن أن أنا هقدر أرضي الله وأرضي الناس. لا يمكن أبداً أن إرضاء الله يكون برضا الناس أو بهدف استحسانهم، لكن إرضاء الله هو الأول، ويأخذ الأول والآخر واللي بينهم، لأن أنا موجود هنا على الأرض من أجل هدف هو اللي أوجدني، مش أنا اللي أوجدت الله، مش أنا اللي بحدد الهدف، لكن الله هو اللي بيحدد الهدف. علشان كده الله يعطينا نعمة أحبائي. بقول لك إيه، رضا الناس النهاردة كويسين ليك، بكرة هيقلبوا عليك. أكتر ناس قريبين ليك هيعدوا إيدك، صدقني. الناس اللي أنت بتفنى حياتك عشان ترضيهم هم نفس الناس اللي هيسببوا لك أكبر تعب في حياتك. بتقول ما تعرفش أنا علاقتي كانت بإزاي. لا كنت عارف. ما تعرفش كنا أخوات ناكل اللقمة مع بعض، علاقة بتربطنا سنين. عارف ليه؟ لأن البشر بشر خاينين. كان في مقولة كده مكتوبة على الفيسبوك، بيقول لك الحيوانات تقلب عليك لما تجوع، لكن البشر يقلبوا عليك لما يشبعوا. كفاية كده. الاتجاه اللي بعد كده اللي ممكن يوجه حياتي، أنا على فكرة يعني هقف، يعني مش هقدر أكمل علشان الوقت، هقف يمكن عند النقطة ديت بس، لكن مش هقدر أكمل، لأنه أنا نفسي إن إحنا كلنا نعي الدروس ديت. في ناس بتقودها بقى النزعة بالنزعة المادية، شهوة التملك، عندهم دايما رغبة في طلب المزيد، عندهم تصورات خاطئة بأن الحصول على المزيد بيجعلهم أكثر سعادة وأكثر أهمية وأكثر أمنا، بالرغم أن الأفكار دي خاطئة 100%. فالفلوس لا هتخليك أكثر سعادة ولا هتخليك أكثر أهمية ولا هتخليك أكثر أمنا. تصور بأنني لو حصلت على مزيد من الأموال هي عبارة عن خرافة. وأنا أعتقد الكل بيؤمن بكده وبيثق بكده، أن القيمة الذاتية والثروة المالية ما لهمش نفس الأمر. أنا قيمتي مش بتتحدد من خلال الممتلكات الثمينة، لأن الله بيذكرني أن أكثر الأمور قيمة في الحياة ليست هذه الأشياء. أكثر الخرافات شيوعا بخصوص المال إن أنا لو حصلت على المزيد منه هيجعلني أكثر أمنا. وإنتم عارفين إن يا ما ناس أغنياء ويا ما شركات كانوا في القمة، وفي يوم وليلة الاقتصاد اتقلب، طلعوا بانكربسي. هقول لكم أكثر حاجة، الكريستال كاثيدرال اللي قعدنا فيها 8 سنين من أروع الأماكن اللي ممكن كنا نكون موجودين فيها، وفوجئنا في يوم من الأيام بعد كل الهايلمان والمجد اللي كان فيها أنها طلعت بانكربسي واتباعت. وهقول لكم كمان حقيقة، هذه المباني اتكلف بنائها 450 مليون دولار. عارفين اتباعت بكام؟ اتباعت ب 57 مليون دولار في البانكربسي. علشان كده إلا المال ولا الجاه ولا الممتلكات ديت هي اللي مفروض انها تكون مسيرة وموجهة دفة حياتي. مين النهاردة يقول له امين يا رب؟ عارفين كل الانجازات اللي احنا بنعملها في حياتنا، مرة يعني قيل عن واحد انه عمل إنجاز كبير وجاب شهادات كبيرة ورحطتها في المكتب بتاعه، وبعدين طلع على المعاش وخرج وساب الشغل ده، وده صرف فيها تقريبا عمره كله وهو بيجيب الشهادة دي. وبعدين في يوم من الأيام واحد جابها له، قال له أنا لقيت الشهادة دي. قال له لقيتها فين؟ قال له لقيتها في صندوق الزبالة، في حد جي اللي بعدك رح لامم كل الحاجات دي ورح رميها في الزبالة. كل الاهتمامات والوقت والسهر والتعب والمصاريف اللي صرفت دي كلها اترمت في الزبالة.
فكل الإنجازات اللي أنا بعملها واللي أنا بقصير بيها وبتبقى محل فخر وبتعمل لي قيمة، ده سراب واهي، سراب خداع. فعلشان كده الله يدينا نعمة أحبائي. في خمس اتجاهات أو خمس يعني حاجات ممكن تكون مسيرة وموجهة حياتنا، هرجعها معاكم. أول حاجة إيه؟ الشعور بالذنب. الحاجة التانية إن الشعور بالغضب وعدم الغفران. الحاجة التالتة الخوف. الحاجة الرابعة استحسان الآخرين. الحاجة الخامسة اللي ينقضون بالنزعة المادية أو الفلوس. هقدر أقول لكم بس حاجة علشان أقدر أختم بيها النقطتين اللي أنا قلت لكم عليهم. فوائد الحياة المنطلقة نحو الهدف: لما يبقى ليك هدف وغرض فعلا، والغرض ده أنت عارفه وفهمه كويس جدا، هقول العناوين بتاعتها بس. أول حاجة بيبسط حياتك لما تكون عارف هدف. يعني أنا مثلا أنا وسامية مختلفين تماما. سامية تروح عند كاسكو، ما تزعليش يا سامية، تروح ماسكة، هو ده الهاب بتاعها. من أول ما تدخل بالكار تمشي على كل الآيلز، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، ما تسيبش ولا آيل. تقول لك يمكن في حاجة يعني نزلة جديدة على تخفيض. أنا مثلا أنزل كاسكو رايح أجيب طماطم، أنا مش شايف حاجة خالص، أنا رايح أجيب طماطم، أروح جايبها وطالع وراح على الكاشير، تقول لي مش شفتش حاجة. ما شفتش حاجة أصلاً، ولو حتى عاملين مزاد ولا عاملين تخفيض ولا حاجة بسيطة، حاجة بسيطة. أنا عايز أجيب طماطم، بدخل أجيب الطماطم وأروح طالع بس. فلما يكون ليك هدف في حياتك وعارف الهدف الحقيقي من حياتك، يبسط الحياة بتاعتك، ما يخليكش تنشغل بحاجات ملهاش لازمة. أخدين بالكم؟ فأول حاجة من فوائد إن أنا أحدد الهدف بتاعي إن بيبسط الحياة بتاعتي. الحاجة التانية بيخليني أكثر تركيز، بيخليني مركز. كل حاجة بعملها نحو الهدف ده، أنا عايز أحقق الحاجة دي، أنا عايز أتمم الحاجة دي، أنا عايز أوصل للأمر ده. فأنا دلوقتي حياتي بسيطة جدا، أنا عندي هدف واحد وبسعى عليه وأنا كل تركيزي فيه، فأنا مركز أوي أوي أوي. مين يعرف إن الرجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرقه؟ لما تكون إذا قاعد مشتت في كذا حاجة، تبص تلاقي نفسك لا أنت عارف توصل هنا ولا أنت عارف توصل هنا، ولا عارف ترد ده ولا عارف ترد ده. هو التركيز يخليك انك انت تتوقف عن الأنشطة الغير هادفة، عن محاولة كل شيء، تقلل الأنشطة، تركز في الأنشطة الجيدة اللي بتساعد تحقيق الهدف بتاعك. لكن انت عارف لو مش مركز، تطلع من الكنيسة دي تروح رايح الكنيسة دي، تطلع من الكنيسة دي تروح رايح الكنيسة دي، وتسمع هنا وتسمع هنا وتسمع هنا وتسمع هنا، انت راجل بتاع ميت فل كده. ما ايه الهدف بتاعك؟ ايه الغرض بتاعك اللي انت عايز تحققه؟ عايز تاكل 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 تاكل، ولا عايز تتبارك وتبارك؟ عايز تكون بركة وتبارك. علشان كده لما يبقى فيه هدف محدد، الهدف ده بيبسط حياتي، كمان الهدف ده بيعمل ايه؟ تركيز، بيديني تركيز اكتر. الحاجة التالتة والاخيرة ودي اللي هختم بيها، ان بيأهلك للحياة الابدية. بيأهلك للحياة الأبدية لما تعرف الهدف اللي الله أوجده وأوجدك على الكوكب اللي بيدعى الأرض ده عشانه. ده اللي أنت هتقف تدان عليه، وده اللي هتسأل عليه. زي ما قلت في البداية وأنا هختم، ولو فريق الترنيم يجي علشان أنا خلصت كده، لو لما تيجي نقف قدام كرسي المسيح، الله مش هيقول مين محفظته كبيرة ومين محفظته صغيرة، مش هيقول مين المتعلم اللي عنده علم والتاني ومين اللي جاهل، مش هيقول مين اللي شكله حلو ومين اللي شكله وحش، مش هيقول مين اللي عنده شهادات أكتر ومين اللي ما عندوش. خلي بالك يا حبيبي، وخلي بالك من السؤالين اللي هنواجه بيهم، وكل بشر هيواجه بيهم لما يقف قدام كرسي المسيح، وسوف نقف أمام كرسي المسيح آجلا أو عاجلا. أحياناً بنواجه بهذا السؤال لما نروح نحضر جنازات أو نعزي، لكن هذا السؤال المفروض يكون قدام أعيننا باستمرار. هنسأل سؤالين. السؤال الأولاني اللي هنتسأله: ماذا فعلت بابن يسوع المسيح؟ مش هيسأل عن خلفيتك الدينية، مش هيسأل عن آرائك العقائدية، مش هيسأل على أي حاجة خالص، لكن هيسألك على هل ماذا فعلت بابني يسوع المسيح اللي جاء عشان يخلص الخطاة،
اللي جه على ومات من أجلي ومن أجلك، قبلت الدعوة، سلمت حياتك لي؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني ولا يقل أهمية عن السؤال الأولاني، ماذا صنعت بما أعطيته لك؟ الوزنات اللي أنا اديتها لك، البركات اللي أنا اديتها لك، الوضع اللي أنا حطيتك فيه، عملت بيه إيه؟ هل استخدمته لذاتك ولا استخدمته المجدي؟ هل استخدمته علشان تحقق أهدافك أنت ولا استخدمته عشان تحقق أهدافي أنا اللي أنا أوجدتك من أجلها على هذا الكوكب؟ هم دول السؤالين الوحيدين اللي هنقف وهنتوجه بيهم أمام كرسي المسيح. بتروح أنهي كنيسة؟ ده مش مهم. شغال ولا مش شغال، ولا بتاخد من السوشيال؟ ده مش مهم. عندك بيزنس ولا ما عندكش؟ ده مش مهم. عندك رصيد في البنك ولا ما عندكش؟ ده مش مهم. عندك كم عربية ولونها ايه؟ ده مش مهم. السؤالين الوحيدين اللي هنواجه بيهم يا حبايب، واللي احنا بطلنا نسمع عنهم، ماذا فعلت بابن يسوع المسيح؟ ماذا فعلت بالمخلص الذي جاء الى العالم عشان يفديك وعشان بيحبك رغم ان احنا لا نستحق وما نستاهلش؟ السؤال الثاني، ماذا فعلت وماذا صنعت بما اعطيته لي؟ انا اديتك وزنات، هتيجي تقول هذه الوزنات التي اعطيتني اياها ربحت وسهرت وتجرت وكسبت، ولا هتيجي تقول له انا عرفت انك انت سيد قاسي، بص الوزنه بتاعتك دي اهي انا تمرتها في الارض؟ هل هتسمع الصوت اللي يقول لك نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك؟ ولا هتسمع هذا الصوت اللي يقول لك ايها العبد القاسي الشرير اللي انت اخذت الوزنه بتاعتك وتمرتها، ولهاتوا هؤلاء الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، اذبحوهم قدامي والقوهم في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصريل الأسنان. عندك سؤالين وهتسمع إجابتين، أو هتسمع رد فعل للاثنين بتوعك دول، والمصير الأبدي والنتيجة النهائية هتتوقف على إجابتك على السؤالين دول. ماذا فعلت بابن يسوع المسيح؟ نمرة اثنين، ماذا فعلت بما أعطيته ليك؟ مش اللي أنا اديته لك مش ليك أنت، مش عشان تنجح، مش علشان تتلف الجسد اللي أنا منحتك إياه عشان تحقق أهدافك أنت، ده قرارك أنت. لكن أنا اديتك كل اللي اديته لك ده مش علشان ذاتك ولا تحقق أهدافك، لكن عشان تحقق الهدف اللي أنا أوجدتك من أجله، إنك أنت تكون بركة ويتبارك فيك جميع قبائل الأرض. تعالوا نقف كلنا مع بعض كده قدام الرب. كان رب لمس قلبك النهاردة، من فضلك في بداية السنة ما تبقاش بس بتحضر اجتماع تسمع وتطلع، لكن خلي الروح القدس يشتغل في قلبك وفي حياتك. كان الرب كده لمس قلبك، إن كان الروح القدس كده نغزك في حاجة كده معينة، أيا كانت الحاجة دي، الشيء اللي بيوجه حياتك، كان في عدم غفران في حياتك، قول يا رب النهاردة أنت غفرت لي وأنا ما استاهلش الغفران، عشان كده أنا بغفر لكل اللي أساءوا إلي وهم ما يستاهلوش الغفران، ما يستحقوش أنه أنا أغفر لهم. بس مش مهم، أنا مش بغفر عشان يستاهلوا أو ما يستاهلوش، أنا بغفر لأنك أنت غفرت لي وأنا أيضا ما كنتش أستحق. غمض عيني كده وقول يا رب تعالى والمس قلبي، تعالى والنهاردة رب خليني أعيش على حسب الهدف اللي أنت أوجدتني من أجله. أنت أوجدتني يا رب هنا على الأرض مش علشان ذاتي، لكن علشان هدف وغرض أنت سبق وعينته من قبل حتى وجودي في هذا العالم. أقول يا رب أنا بضع نفسي قدامك يا رب، بسلم نفسي ليك النهاردة. صلي من فضلك وخذ لحظات، سواء معانا موجود أو سواء بتسمعنا في أي مكان، كان الرب لمسك في أي كلمة، ثق تماما لا أنت موجود هنا بالصدفة، زي ما أنت مش موجود على هذا الكوكب ولا على هذه الأرض بالصدفة، برضو لو أنت بتسمعنا وبتشاهدنا ما أنتش بتسمعنا أو بتشاهدنا بالصدفة، أو هتسمعنا أو هتشوفنا بالصدفة. لكن أنا بدعوك النهاردة وإحنا في بداية سنة 24 أن السنة دي تكون سنة مختلفة، سنة فعلا أن إحنا يكون البداية بتاعتنا مع الله من الله،
ويكون هدفنا موجه على حسب الهدف والغرض اللي أنت حددته ورسمته لحياة كل واحد فينا. أنا بصدق يا رب أن أنا يا رب مصنوع ومخلوق غالي جدا وسمين جدا عندك، لأنك أنت تفننت في صنعي، تفننت في عملية خلقي. فأنا بشكرك، بشكرك يا رب، وبشكرك لأن أنا موجود النهاردة، وبشكرك لأن أنا موجود النهاردة. يا روح الله أنا بصلي يا رب صلاة النهاردة إنك تيجي وتغزو كل قلب النهاردة، إنك أنت تيجي وتزور كل قلب النهاردة يا رب. يا رب أنا متأكد إنك أنت يا رب لمست أوتار حساسة في حياتي وحياة كل واحد النهاردة يا رب. أنا بشكرك من أجل وجودك، من أجل تشريفك لينا في هذا المكان يا رب. أنا بصلي يا رب النهاردة بإنك تيجي بالزيارة، وإنك أنت تترك بصمات على كل نفس وفي كل قلب وعلى كل حياة النهاردة يا رب. فنخرج من هذا المكان يا رب وإحنا خليقة جديدة، وإحنا أناس مختلفين يا رب عن الأناس اللي دخلوا في هذا المكان. في اسم الرب يسوع رب أنا بصلي يا رب إنك هذه الكلمات إنها تأتي وتسكن في كل قلب، تقع على أرض جيدة فتأتي بثمار 30 و60 و100. لا تسمح لعدو الخير يا رب إنه يخطف الكلمة من قلوبنا، ولا تخلي الشوك ولا هموم الحياة يا رب إنها تخنق هذه الكلمة، ولا تخلينا يا رب أذهاننا متشتتة يا رب في أشياء كثيرة، فلا نعي ولا نسمع ولا نصغي ولا نهتم لما تكلمت به إلينا. في اسم الرب يسوع أنا بشكرك وبعظمك، لأني مصدق وبأؤمن من كل قلبي أني هتترك بصمات على حياة كل واحد النهاردة، وأن مجدك علينا يرى يا رب، وأن احنا هنتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. مبارك اسمك إلى الأبد، مبارك اسمك إلى الأبد. خلينا في روح الصلاة كده، خلينا كده في روح الصلاة ونهتف ونرفع قلوبنا للرب ونصلي بكلمات الترنيمة. سنلوز بحلمك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. سنلوز القي باحمالك على الصليب من شهواتي، لن اخشى الموت فقد صرت انت حياتي. ندعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر أشدو لك إلهي أنت.
لابد عشان تكون شاهد لابد انك انت تكون بتعرف هذا الشخص. انا بشكر رب كتير من اجل رعايته وحمايته والسنين اللي عدى بيا. اللي رايت الشيخوخة هو راعينا.